تجديد مرحبا بكم في القناه تاع الجامعيه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا اكزامبل اكزامان في الشابتر ديال لا كريستالو ايونيك. دونك قبل ما نتعرفوا على هذا اكزامبل اكزامان ما تنساش بارطاجيو لين ديال الفيديو مع تيليزيتيديون باش ان شاء الله تما ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده كبار. ونبداو على بركه الله. فوالا اكزامبل اكزامان اون ايتودي لا ستركتور زي دي ان اس وورد زي. يعني في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا واحد الدراسه شامله على لا ستركتور زي دي ان اس وورد زي. مزيان. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعرفوا لا ديفيرونس اونتر ما بين يعني لا ستركتور وورد زي ولا ستركتور يعني بلاند. مزيان اللي ديجا درسناها في الفيديوهات اللي قبل. فوالا اون كونسيدير لا ستركتور زي دي ان اس وورد زي لي زيون. توجور ملي كنقول لي زيون راه فيها الكاتيون او الانيون. فوالا لي زيون انيون اس دو موا. اس دو موا راه هو الكبريت فورمي ان ريزو بسودوماي او كيب او سومي اي ا لانتيريور. سي تري بيان. دابا تعرفنا بلي عندنا واحد الانيون اللي هو اس دو موا لا فورم ديالو بسودوماي. فوالا كان تراسي او بيان لا ريبريزونطاسيون ديال البسودوماي. مزيان. يعني ما كان ريبريزونطاسيون ديال البسودوماي توجور هاد يعني هاد الانيون اللي هو اس دو موا غادي يكونوا في لو سومي ديال البسودوماي وكذلك غادي يكون عندنا في الانتيريور ديال البسودوماي. دونك تري تري امبورطون. بوي لو كاتيون زد ان دو بلس فورمي ان سيت تيتراهيدريك سور دو. سيتادير لو سيت تيتراهيدريك ديفيزي بار دو. داكوغ. كنعرفو بلي لابسودوماي فيها ربعة ديال لو سيت تيتراهيدري. هادشي راه ديجا درسنا في الفيديوهات اللي قبل. مزيان. اللي مازال عندو مشاكل في لو سيت تيتراهيدري او بيان كيفاش يعني اللي مازال معرفش شنو هو لابسودوماي يرجع للفيديوهات اللي قبل. راه ديجا شرحت هادشي في لو سيت يعني تيتراهيدري او اوكتايدريك ديال لابسودوماي وكذلك هيكزاغونال كومباكت. دونك راه تخي تخي امبورطون في هاد لا فيديو. فوالا قلنا بلي هذا لي كاتيون ديال زد ان دو بلس فورمي ان سي تيتراهيدري. سي تري بيان. قلنا لو سي تيتراهيدري تيكون عندنا ربعه ديال لو سي تيتراهيدري في لابسودوماي مي عندنا هنايا ديفيزي باغ دو. سيتادير ديفيزي باغ دو غادي يكونوا غادي نقتصروا فقط على جوج ديال لي سيت في لابسودوماي. في الاصل راه تيكون عندنا ربعه ديال لي سيت في لابسودوماي ولكن عطاونا هنا ديفيزي باغ دو الو غادي نقتصروا فقط على جوج ديال لي سيت. مزيان. مثلا نهار ليكزامان ما يعطيكش هاد ديفيزي باغ دو غادي يقول لك مثلا فورمي ان سيت تيتراهيدري. مزيان. وحيد لك هاد جوج. في هاد الحاله غادي نقتصروا على هاد ربعه ديال لي سيت اللي اصلا تيكونوا عندنا. مزيان. دونك باش تعرفوا لا ديفيرونس ما بين هاد جوج. فوالا اوكيب لي زاريت دو لا دو لا بسودوماي اي ا لانتيريور. سي تري بيان. بعد ما كان ريبريزونطاسيون يعني بعد ما كان ريبريزونطاسيون دو لا ستركتور ديال لا بسودوماي هاد لي كاتيون ديال زيد اون دو بلس غادي يكونوا في لي زاريت ديال لا بسودوماي وكذلك ا لانتيريور ديال لا بسودوماي. داكوغ. هادي هي يعني لا ريبريزونطاسيون ديال لا ستركتور زيد ان اس وورد زيد. بيان. Donc les questions, on a 6 questions. La première question, représentation de la structure ZNS word Z. La première question, la clé de la question, c'est la question, la première question, de la table des données. Il a relaté la première question, c'est-à-dire qu'il a relaté jamais les questions. Donc le double fait les données. Alors où les données bien. دائما خصكم تقراو لي دوني مزيان وابخي يعني لي كيسيون راه تيكونو تخي فاسيل. فوالا قلنا لا دوزيام كيسيون كالكولي لو نومبغ دو موتيف لي سيون زيد ان دو بلوس اي اس دو موا. فوالا لا تخوازيام كيسيون ديتيرميني كوردينونس بوغ لي سيون زيد ان دو بلوس اي اس دو موا. لا كيسيون 4 اون دو دوير كوردينونسيون. لا كيسيون 5 لا بروجيكسيون سور لو بلان اكس او ايغريك دو لا ستركتور زيد ان اس وورد زيد. La question 6, donner la coordonnance réduite pour les deux cas. La première cas, l'origine sur S du moins. Ou cadalik, on va faire l'origine sur Z1 du plus. On va faire chaque local, on va faire les coordonnances réduites. D'accord. Voilà, on va faire un exemple examen. On va faire un dialogue. D'accord. Après, Inch'Allah, on va faire la solution. La première question, représentation de la structure ZNS-WordZ. Nous avons
Voilà, nous avons un ion S de moins formé. Quand on a formé un ion S de moins formé la pseudomaille. Très important, donc une pseudomaille. Plus un ion radicon est un flot sommé de la pseudomaille. Plus radicon cadre à l'intérieur de la pseudomaille. Voilà, كذلك عندنا كاتيون اللي هو زد ان دو بلس فورمي ان سيت تيتراهيدريك ديفيزي بار 2 بلس voilà بلس ليزاريت voilà هاد لي كاتيون غادي يكونوا عندنا في ليزاريت بلس ان انتيريور voilà toujours نهار لي زيكزامان دائما لي دوني كتكتبوهم فواحد الورقه ديال يعني ديال الوثائق باش يعني يبان لكم يعني لا ستركتور لان الا ما يعني الا ما كتبتوش هاد لي زانفورماسيون راه صعيب انكم تجاوبوا على هاد لا بروميير كيسيون دونك كنحاول نبسط لكم باش تبان لكم هاد لا ستركتور داكور فوالا الوغ غادي تخاصي دابا لا بسودوماي Voilà, ركزوا معايا مزيان. Voilà. Voilà, donc هذه هي لا بسودوميل داكور قلنا لي زيون غادي يكون عندنا في لوسومي بلس ان انتيريور دونك باغ اكزومبل غادي نعطيها هذا لو سامبول داكور فوالا غادي نعطي لها هذا الرمز بلو كولور نوار فوالا فوالا هذا هو لوسومي شاك او سومي غادي ناجوتي هذا الانيون اللي هو اس دو موان فوالا وقلنا كذلك بلس ان انتيريور دونك ان انتيريور هو هذا مزيان دونك هذا هو ان انتيريور تري تري بيان فوالا دونك كنعمل هنايا واحد لاكس فوالا دونك هذا هو لاكس زيد داكور سي تري بيان دونك هذا الانيون اللي هو اس دو موا الى عملت ليه لا بروجيكسيون على لاكس زيد توجور غادي نتلاقى ان دومي داكور توجور غادي نتلاقى ان دومي دروكا غادي نمشيو ليكاتيون لي هو زد ان دو بلس باغ اكزومبل غادي نعطيو ليها هاد لو سامبول فوالا قلنا غادي يكون عندنا في لي زابيت بلس ان انتيريور داكور فوالا هذا هو لي زابيت فوالا Voilà, on va dire qu'on a à l'intérieur. À l'intérieur, voilà. D'accord, on va dire qu'on a à l'intérieur. Voilà. C'est très bien. Donc, dans le cas, on va dire qu'on a la projection. Toujours, on a les cations. Voilà, on a les cations. الا عملت لي لا بروجيكسيون على لاكس زيد يعني الا عملت لي الاسقاط على لاكس زيد توجو غادي نتلاقى 1 على 8 في طونسيون توجو الا عملت لي لا بروجيكسيون غادي نتلاقى 1 على 8 داكور وكذلك يعني هاد لي كاتيون الا عملت لهم لا بروجيكسيون على لاكس زيد الا عملت لهم لا بروجيكسيون على لاكس زيد غادي نتلاقى 5 على 8 فوالا 5 على 8 Voilà, donc à tcher, on va déchirer, surtout la question 5 ou la question 6. D'accord. Deuxième question, calculer le nombre de motifs les ions Zn du plus Is du moins. Voilà, en général, pour calculer le nombre de motifs, on applique c'est la règle. Z égale quoi? Égale le nombre au sommet divisé par 8, plus le nombre les arêtes divisé par 4, plus le nombre
ديال لي فاس ديفيزي بار 2 بلس لو نومبر ا لانتيريور. تري بيان. دونك هادي لا ريغل جينيرال بور كالكولي لو نومبر دو موتيف. Pour un ion S du moins, voilà, Z de l'kebret S du moins, égale quoi? Égale. Regardez, nous avons maintenant le nombre au sommet de l'un ion S du moins. Donc, regardez bien, donc au sommet, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, on a tenu de l'un ion S du moins au sommet, nous avons fait 1 à 8. Voilà, donc on va voir les arêtes. Toujours quand je vois les arêtes, je vais l'anion de S du moins. D'accord, mais quand je vois les arêtes, quand je vois les cations, on va les 9 les arêtes. D'accord, on a dit les cations, donc on va dire S du moins, 0 sur la 3. D'accord, plus, donc on va voir les faces. Chaque face, quand je vois, on a l'anion de S du moins, mais on a dit. Donc 0 sur la juge égale à 0. شو دابا الانتيريور؟ الانتيريور عندنا ان سول انيون ديال اس دو موا، عندنا ان سول انيون، داكوغ؟ بلس ان. الوغ ايكال كوا؟ ايكال كوا؟ دونك 8 على 8 ايكال 1 بلس 1 ايكال 2. فوالا بور لوكاتيون زد ان دو بلس. Le nombre de motifs de l'cation Z1 du plus égale quoi? Voilà, regardez bien le nombre au sommet de l'cation. Toujours quand je vois le nombre au sommet, il y a de S du moins, mais il y a de Z1 du plus. C'est-à-dire 0, qui se met à la tmia, 0. D'abord, la même chose, les arêtes. Regardez bien, les arêtes, misbel Z1 du plus, il y a 4 cations. Voilà, il y a 4 cations. Donc, 4 fois 1 sur 4. Voilà, donc on va faire les faces. Donc chaque face, maintenant, les cations, nous avons Z1 de plus, c'est-à-dire 0 sur la juge. Voilà. Donc on va faire à l'intérieur. Là, on a à l'intérieur, regardez bien. À l'intérieur, on a un seul cation, le Z1 de plus. On a un seul cation. D'accord? Plus 1. Voilà, 4 sur 4 égale à 1, plus 1 égale 2. Voilà. Donc, le nombre de motifs de la structure ZNS pour Z égale quoi? Égale 2 ion par motif. Voilà. D'accord? Donc, le nombre de motifs de la structure ZNS pour Z égale à 2.